وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا الذي ولاد كبيرته من فضل سيد الجيوش والدين والقطاف، سيد الامين العام لولايه تبوز، سيد رئيس الديوان لولايه تبوز، سيد رئيس الامن الولايه، سيد مكتب الامن الداخلي، سيد رئيس مجلس الشعب البلدي التماثيل، مدير المطار سيدي ماضي، سيد محافظ شرطه المطار، الامين العام لجامعه وردة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه أشرف المرسلين. الحمد لله جلت قدرته وعظمت صفاته، فهو السميع العليم، والصلاة على رسوله الذي أرسل رسوله وبلغ أمانته وهو سيد الخلق أجمعين. سيد الولي، سيد الولي المؤقت ومن معه من مدنيين وعسكريين، أيها الأحبة، يا من جئت من كل حدب وصوب، أيها المجتمع الكريم، الرحم والسعة بكم في الزاوية التجارية بتمثيل، حللتم أهلا ونزلتم سهلا على هذا الموعد السعيد الذي يتجدد لكل سنه. ونحن نحيي الاواخر من رمضان الفضيل التي يؤذن للرحيل بما لها من اجر وحوار. والصلاه والصيام والقيام والعباده فانها لا تقف عند انتهاء الشهر فحسب، بل انها في عرفها واجب مستمر منذ تأسيس الزاوية. أيها الجمع الكريم، سعيدون جدا بهذا الوصول المسار الذي يجمعنا، ونحن نكرم حفظة كتاب الله والنجباء من علومه المخلصين الذين خدموا المجتمع المدني، وكذلك السيدات الكريمات اللواتي فزن بالتاج القرآن وحققنا فيه ما يشرف الزاوية، دون أن ننسى جنود الخفاء من أعضاء المجتمع المدني وشبابنا الذين لم يفتخروا وسعا لهذا الهبة الروحية والتضامنية كل من موقعه. أعلم الجمهور الكريم أن الزاوية التجارية ستكرم هذه السنة للمرة الثانية المتخرجون من فروعها أيضا، وإننا نحيي هذا الشهر الكريم، فإننا نكبر فيه كل آيات البر والإحسان والعطاء، مصدقا لقول المصطفى: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الجمع الكريم، يمر العام بأسره بجائحة كورونا التي أتت على آلاف البشر ومست الكثير من أبناء المجتمع، وإني أغتنم هذه المنبر هذا المنبر الروحي بدعوة الجميع إلى احترام البروتوكول الصحي الصارم الذي تقوم عليه إبجديات الرعاية الصحية والوقائية منه مصداقا لقوله تعالى: ولا تبقوا أن بأيديكم إلى تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كما سيعرف، وضمن حديثا كبيرا للانتخابات التشريعية المقبلة والذي ندعو الجميع للتعامل معه بكل إيجابية وإخلاص، ومنطقة الثقة التي توليها الدولة فينا، أكرر لذلك لكل المجتمع التماثيلي بل كل الوطن في
إلى التعامل بإخلاص لخدمة المجتمع وكل حسب وحسب طاقته. والله نسأل أن يرفع عنا البلاء والبلاء والغلاء، وأن يتقبل منا صيام وقيام وصالح الأعمال، وأن يجمعنا في رحاب القرآن ورحاب الفكر، وأن يحفظ بلادنا الجزائر بما حفظ به كتاب عزيز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.